هذا هو جامع والدة الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي عائشة بنت سليمان منصور الراجحي رحمه الله، تأسس عام 1434 في مكة المكرمة لإمامه الشيخ المحيسني. الجامع يتبعه مجموعة من الأوقاف عبارة عن عمائر كبيرة ما شاء الله لا قوة إلا بالأسواق وسكن ضخمة. سنطلعكم الآن على جولة سريعة في جنبات الجامع إذا ترغبون ذلك. الجامع صرح معماري بديع ورائع، نسأل الله. هذه جنبات الجامع، الصرحة الخارجية، وهذا المدخل الرئيس للجامع. هناك مداخل أخرى فرعية كثيرة. هذا على التوسعة، والمدخل النسائي في الأسفل فيما يبدو حسب كلام الإخوة. هنا دورات المياه، ما شاء الله ما شاء الله، ويبدو حتى التنظيم رائع بالأرقام. هذا رقم خاص بي عشان أحفظه. الآن انقضت الصلاة، صلاة العصر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا تصوير من داخل المسجد، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا خالد قاسم منسق العلاقات العامة في الجامع، سيقوم أيضا معنا بجولة كذا تعريفية لكم خلال هذه الدقائق. حياك الله يا أستاذ. الجامع كم طابق؟ أربع طوابق. وعدد الأبواب؟ الأبواب 15 باب. 15 باب. كم يتسع لكم مصلي؟ يتسع لأكثر من 20,000. طبعا من الأمور الجميلة في الجامع هذا إيش؟ هذا يبين. هذا الآن في ناس تحت اللي هو بدر رجال. بدروم الأول. للرجال. نعم. الله شوف شوف. ثلاثة أئمة. الشيخ المحيسني المفروض الشيخ المحيسني يأتي في رمضان فقط صلاة التراويح المفروضة. ثلاثة أئمة. ثلاثة أئمة طبعا يوجد اثنين خطباء. اثنين خطباء. وكم مؤذن؟ ثلاث مؤذنين. ثلاثة مؤذنين ما شاء الله. عليهم من هو؟ الشيخ أسامة أيوة، الشيخ عبد العزيز بندر بليلة اللي في الحرم، ويوجد أيضا اثنين خطباء جمع. من هم يا شيخ؟ الشيخ الدكتور عبد العزيز الفايز. عبد العزيز الفايز. وايضا ياتي الشيخ فيصل الغزاوي امام. ما شاء الله، ويخطب الشيخ هنا. نعم نعم. جميل جميل. طبعا يوجد مغسلة الاموات للسيدات. نعم. الله المستعان. مغسلتين، واحدة سيدات وواحدة رجال. نعم نعم. هذا قسم الرجال عندنا الشيخ. الله المستعان. الله المستعان. السلام عليكم. الله المستعان. طبعا كلهم تبع الوقف ما شاء الله، مجهزة تبع الوقف ما شاء الله. جزاه الله خير الشيخ سليمان، الله يجزاه خير. صالة الانتظار لذوي الموتى، الله ينتظرون وبعد. الله أكبر، شوف شوف كيف مجهزة بكل شيء. وإذا انتهت التغسل ما شاء الله جزاكم الله خير. وهذه الشاشات يقرؤونها وهم هنا ما شاء الله، يستفيدون من وقتهم. ثمانية أبراج هذه الوقف ما شاء الله، يكون فيها 5,000 غرفة فندقية. 5,000 غرفة فندقية في أوقاف هذه والمحلات، وهذه كلها تبع الوقف، كلها للوقف. الله أكبر. الله أنه وقف الشيخ سليمان. سليمان شوفوا يا أخوان، الله. 5,000 غرفة فندقية غير الفلل والشقق الخاصة اللي تباع أو تؤجر، هذه كلها للأوقاف وغير المحلات. من العاملين يا شيخ؟ تقريبا يوجد اكثر من 120 موظف. اها. ويتم التعامل معهم على اساس انها وظيفه ايش؟ رسميه؟ تأمينات ورواتب ما شاء الله طبيه. يا سلام. التنقلات كيف تتم يا شيخ؟ تتم عن طريق ثلاث طرق، اما المصاعد ايوه، او عن طريق السلالم الكهربائيه او الدرج. بسم الله. احنا طالعين وين الان؟ سلام. نازلين ها الى البدروم الاول. البدروم الاول ما شاء الله. السلام عليكم جميعا. هذا البدروم الاول ما شاء الله جايك، بس خلي الناس يشوفوا هالابداع وهالروعه ما شاء الله. هذا اللي كنا نصوره من فوق. هذا على الممرات لضمان الاضاءه.
في حلقات التحفيظ ما شاء الله، وأيضا المعتكفين في رمضان هذا الدور الخاص لهم. الله. طبعا يوجد أكثر من 40 حلقة. خمسة وكم؟ 500 طالب. أكثر من 500. أكثر من 500 ما شاء الله، وبكل الفئات العمرية لكل دور، دورات مياه مستقلة. ما شاء الله ما شاء الله، وتتسع لأعداد كبيرة أيضا. يا في مراقبة ما شاء الله، كاميرات موزعة في كل مكان للمتابعة ومراقبة المسجد ومداخله وحمامات. هذه المطبخ هذا للتفطير ولا لغيره حتى للضيافة؟ هذا المطبخ للضيافة. الأقسام ضيافة ما شاء الله. السلام عليكم يا شباب، سعد الله طويل. هذا إيش فيه على جنباته؟ صالة الطعام. صالة الطعام ما شاء الله. هذه صالة الطعام، هذه للحفلات مثلا ولا ليش؟ طبعا الشاشات يوجد 70 شاشة موجودة في الجامعة ما شاء الله، نقل الفعاليات. طبعا هذه لأي جهة خارجية تستطيع أن تستأجرها أو تستفيد منها. دواليب المعتكفين. نعم، هذه دواليب المعتكفين، لكل معتكف له ما شاء الله خاص فيه، وتوضع أغراضه. نعم، توضع فيه الأغراض ويسلم. ما تسلمونهم أنتم الفرش هذه؟ ها، كل واحد يسلم فراش. نعم، يكون له لحاف له ما شاء الله خاصة فيه وفرشة. 1600 تقول؟ ها، 1600، وكان يوجد 2000 معتكف. 2000 معتكف. نعم ما شاء الله ما شاء الله. هذه إيش المكتبة؟ هذه المكتبة خاصة بالجامعة ما شاء الله. هذه أكبر من مكتبة بعض الجامعات تصدق؟ هذه المكتبة 30,000 تقريبا. 30,000 كتاب. طبعا يوجد خلوات. أها. خدمة الباحثين. مدخلة كلها عن طريق النت. هذا الشيخ سليمان، هذا كتاب الشيخ سليمان. هذا الشيخ سليمان لله يعني. الله يجزاه خير، الله يجزاه خير. موجود في المكتبة. كم تقول في الكتب؟ كم تقريبا؟ أكثر من 30. لا، الكتب الإلكترونية تقريبا حجم 2 تيرا بايت. 2 تيرا بايت. نعم. توضع قاعات. وهذه قاعة احتفالات والمحاضرات. هذه ما شاء الله مزود فيها بروجيكتور يا شيخ ما شاء الله، أجهزة بلابتوب، أجهزة صوتية. السلام عليكم يا شباب. قسم الإعلام والتقنية، هذا على قولتهم المطبخ. السلام عليكم. قسم التقنية دكتور. طيب، أهم شيء قسم التقنية. إن شاء الله بخير ما شاء الله. الله 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 ما شاء الله. هذا اللي تعرض عند الناس في المسجد اللي هي شو ما تكون. نعرض على الشاشات الكرة مساء وكرة ما شاء الله. أها. قمر صناعي تقول يا شيخ؟ لينك. إيه. ممتاز. تأجرونه ولا مجانا مفتوح؟ أنت تنقله تأخذه مجانا. يعني أنت تسوي أبلينك والناس يأخذونه. ما شاء الله. كم قناة؟ 7 قنوات. 7. كل زر عندنا تحكم عام بالجامع بكل مرافق الجامع. ما شاء الله. تقسيم الصوت. كل زر هنا مرتبط مع عم بديفار. كده بيشتغل نظام الصوت. يا سلام، لا يدركم ولا شيء. جميل. هذا احسن من بعض الجهات الحكوميه في التقنيه. هل الوزنيات هذه كذلك المؤذن؟ كل شيخ له وزنيه. يعني الشيخ ايه؟ مثلا محمد العزلي له وزنيه صوت. عبد العزيز زباني والشيخ عزام والشيخ خادر. هذا مدخل خاص بالضيوف. ها، هذا المجلس ما شاء الله. يا سلام يا سلام يا سلام.